بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مرة أخرى في مصارع الشعراء، حلقة جديدة نتحدث فيها عن شاعر اسمه عمر بن أبي ربيعة. هذا الاسم عندما يذكر يقترن بالغزل، كما أنه إذا ذكر الغزل يقترن ويذكر معه عمر بن أبي ربيعة. هو من مخزوم، بطن من بطون قريش، القبيلة التي منها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر هذا يقال إنه ولد في الليلة التي توفي فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حتى قال الناس: أي خير رفع وأي شر وضع. نشأ يتيما، ربته أمه، وكان صاحب ثروة ومال عريض، فنشأ مترفا رخي العيش، عنده المال ويترفه كما يترفه أضرابه من الشباب، شباب قريش في ذلك الوقت. وكان عهد عثمان في ذلك الوقت عهد رخاء وتوسع في الأموال في مكة في بلاد الحجاز بشكل عام. لكن إلى جانب هذا، كان يتمتع بموهبة نادرة وهي الشعر، فقد شب شاعرا موهوبا يحسن الشعر ويجيده حتى صار مستملحا لدى جميع الناس. إنما تخصص في لون واحد من الشعر، وهو الغزل والتشبيب بالنساء، ولم يعرف عنه أنه كان يمدح أو يهجو أو يصف أو يرثي إلا قليلا. وقالوا إن الخليفة الأموي الوليد سأله يوما، أو سليمان، لما لا تمدحنا؟ فقال له: أنا لا أمدح الرجال بل أمدح النساء. ونشأ على هذه الشاكلة، وبدأ يشتهر شعره حتى بلغ الأصقاع وخرج إلى الشام والعراق وبلاد المغرب، وصار شعره يتداول لسهولته، وله أسلوب خاص في الغزل، أسلوب سهل ممتنع بسيط ولكنه مؤثر، له القدرة على التصوير الدقيق، على تصوير النساء، ويصور حديثهن وحركاتهن وكيف يتخاطبن وكيف يمشين وكيف يتحدثن، وله خيال جامح في ذلك، حتى فتن النساء وبنات الناس في ذلك الوقت، وتعرض حتى لبنات كبار الصحابة، بل بنات الخلفاء، ومنهن فاطمة بنت عبد الملك بن مروان، وعائشة بنت طلحة، والعشرات من النساء، ولم تكد تنجو منه واحدة سمع بها أو تعرف عليها أو تحدثوا له عنها. وأسلوبه هذا السهل الممتنع هو الذي جعل شعره يحفظ بسهولة، ويطرب له الناس، بل صار يغنى في المجالس. أكثر من هذا، صارت بعض فتيات مكة وغير مكة يتعرضن له عمدا حتى يقول فيهن شعرا. والحقيقة أن عمر بن أبي ربيعة هذا الشاعر لم يكن محبا لواحدة من الناس، من النساء، بل يبدو أنه نوع من الترف واللهو، والناس كانوا يهابونه ولا يقعون فيه بسبب مكانة عائلته في مكة ومنزلة عائلته وقبيلته في مكة، فكانوا يتحاشونه. حتى الخلفاء في ذلك الوقت لم يكونوا يكترثون كثيرا لما يفعله، رغم الشكاوى التي كانت تصدر من الناس
في حق عمر بن أبي ربيعة، ووصل به الحد إلى أنه عندما قتل عبد الرحمن بن الأشعث في فتنته بالعراق، وكانت زوجته عمرة بنت النعمان بن بشير الأنصارية، أبوها النعمان بن بشير صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت زوجة عبد الرحمن بن الأشعث، فلما انتصر عليه مصعب الزبيري قتلها هي أيضا معه. وكانت من أسوأ الحوادث أن تقتل امرأة، وهذا من الأشياء السيئة التي حدثت في تاريخنا للأسف. سمع بمقتلها فقال فيها وكأنه يتغزل: إن من أعجب العجائب عندي قتل بيضاء حرة عطبولي، قتلت هكذا على غير جرم، إن لله درها من قتيلي، كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. وهذا شعر يبين فيه أن النساء لم يخلقن للقتل ولا للحرب، ولكن للزينة وتجرير الذيول كما قال. ترى كيف كانت نهاية هذا الشاعر المفلق، هذا الشاعر الغزلي؟ تقول الكتب إن الشكاوى كثرت على عهد عمر بن عبد العزيز من عمر بن أبي ربيعة، فقرر أن ينفى من مكة، ونفاه إلى جزيرة من جزر اليمن، ويقال أنه تاب بعد ذلك وأقلع عما كان يقول، وحلف كما تقول بعض الروايات أنه يعتق عبدا كلما قال بيتا واحدا. وفي بعض الكتب أنه ركب في بعض السفن غازيا، أي للجهاد في سبيل الله، فاحترقت به السفينة ومات في البحر مع من كان معه من المجاهدين. وهناك رواية تقول بأنه عاد إلى مكة ومات على فراشه بعد أن أسن، ولكننا نرجو له الأولى ونرجو له التوبة من الله تعالى. وهكذا طويت صفحة هذا الشاعر الذي بلغنا شعره موفورا وديوانه موجود ومطبوع ومشروح ومتناول بين الناس، وكان له أثر كبير. وإلى لقاء آخر من مصارع الشعراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.